سي عمر إسراء تشاركون في هذه الوقفة الرمزية للاحتجاج على الإعلام الجزائري وتحديدا على قناة الشروق. نعم، جئنا يعني للتنديد بهذا الخروج غير الموفق، هذا التدخل السافر في القضايا الوطنية وفي الشؤون الداخلية للمغرب من طرف قناة الشروق الجزائرية. ولكننا نذكر هنا أننا ندافع عن ضوابط وأخلاقيات مهنة الصحافة بالدرجة الأولى. إذا أساء إعلامي مغربي أيضا للجزائر ولمقدساته أيضا سنكون ضده. إذا نحن ضد مثل هذه الخرجات المسيئة للعلاقات التاريخية العريقة بين الشعبين، الشعب المغربي والجزائري، علاقات تعود إلى أكثر من 8000 سنة. يعني نتحدث عن عهد ماسينيسا، عهد يوبرتن، عهد يوبا الأول، يعني منذ الأزل، ولا يمكن أبدا أن نختزل إلى هذا التاريخ المشترك في يعني في قرون على الإعلاميين الجزائريين أن يحترموا الضوابط المهنية وأخلاقية.